لؤلؤة شارع المعز تحفة معمارية من العصر المملوكي. إنها مجموعة السلطان المنصور قلاوون والتي أمر ببنائها من شدة حبه لفن العمارة الإسلامية. تتكون من مسجد ومدرسة وقبة وبمارستان وهو مشفى للعلاج. تلك المجموعة تركت أثراً مميزاً لسلاطين المماليك يحمل جمال الزخرفة ودقة البناء والفخامة. تم إنشاؤها في عام 1285 ميلادية، حيث استغرق البناء 14 شهراً، ويعد أول نموذج لظهور المجمعات في مصر. القبة ثاني أجمل ضريح في العالم بعد تاج محل في الهند، فهي إحدى أروع نماذج القباب العثمانية الموجودة في القاهرة. قبل وفاة السلطان قلاوون كانت لها وظيفة المسجد والمدرسة، ولكن بعد وفاته قرر المحيطون به إقامة مدفن ومقام يتوسطها. تطل القبة على الواجهة الخارجية اليمنى للمجمع. في عام 1776 ميلادية قام الوالي العثماني عبد الرحمن كتخدة بهدم القبة الأصلية لهذا الضريح لخطورتها على الطريق، إلا أن لجنة حفظ الآثار العربية أقامت بدلاً منها واحدة أخرى أخذت أصولها وشكلها من ضريح الأشرف خليل والذي كان قريب العهد من القبة الأصلية. المدرسة واحدة من أروع المدارس المملوكة التي شيدت بمدينة القاهرة والتي لم تتكرر في العمارة الإسلامية في مصر. تعرضت المدرسة لكثير من معالم التغيير والتجديد ما أفقدها طابعها المعماري والزخرفي الأصيل. المئذنة هي أضخم مئذنة بنيت في مصر، تتكون من قاعدة مربعة يعلوها جزء مربع، ثم الشرفة الأولى فوقها جزء مربع أصغر، حتى الشرفة الثانية المثمنة الشكل.